أختي بيتالي؟ نعم. بدي أسأل، أنت قدرتي تميزي ملامح الشخصية اللي أزاها؟ لا، ما شفت شيء، لأنه وشه ما كان مبين ولابس نظارات سود، هو ما كان مبين لأنه حاطت خوذة على رأسه. هجم علينا بسرعة لهيك ما لحقت شوفه. طيب، ما في مشكلة، انتبهي على بارو وعلى حالك كمان. سيدي، المعلومات طلعت صحيحة، تجاوات ورجاله مو هون، على الأغلب يكونوا قطعوا الحدود وما عاد نلحقهم. ايه، وبعدين شو عملت؟ نحن عم نحاول نلحقهم، عم نتحرى عن العصابات والمجرمين الموجودين بهي المنطقة. سيدي، انت شو رأيك؟ شو لازم نعمل؟ لأنه هالقصة مو قليلة بنوب. سيدي، أنا بعرف إنك متضايق، هن هاجموا مرتك، بس كمان بجوز يكون حدا تاني عامل هذا الشي. سيدي، لا لا، مو كنتي، أنا بظن إنه كان هداك الرجال. لو كنت بمكانه برمي الأسيد عليها، بس هو غبي. إيه، سمعت نفس الأخبار مثل ما سمعتي، وكمان أنا سمعت إنه جيثانيل يلي هي تنتمي لمكان بسبب علاقتها. بس هاي البداية، اليوم بارفاتي وبعدين ميتالي. الأسيد صار حياتنا، بس لازم نتأقلم مع هذا الشيء. عم تفهمي شو عم قول؟ ما بعرف شو بدنا نعمل هلا. طيب، أنا رح سكر. ماشي، فهمت عليك، نحكي بعدين. بس ما بعرف كيف رح يكون الجو بهذا البيت من بعد يلي ممكن يصير واللي صار، لأنه اجت العاصفة وشجرة أو اثنين رح يوقعوا. ابني رودرا أكيد رح يعتقلوا ورح يعاقبهم بقوة كمان، حتى لو كان هالشخص بارامسين تجاوات. ابنك؟ شكلك نسيتي إنه هو ابني. هو ابني وأنا أمه، وما بتقدري تغيري هالشي، لأنه هي هي الحقيقة. هو ابني أنا، ورح يضل كمان. ولا واحد منهم أخلي سبيلهم كلهم. يا ترى مين يلي عملها؟ رح نكمل التحقيقات سيدي، بس صدقني ممكن يكون اللي صار وقتها حادث مو أكتر، وممكن يكونوا هاجموا مرتك بالغلط. بارفاتي، خدي شربي حليب، ممكن أنا كنت المقصودة وطلعت براسك. عن جد ما بعرف شو بدي أحكي، أنا خجلانة منك بارفاتي، لأنه مشاني أنتي. لا حماتي، هو اللي لحقني من وقت ما كشفته على حقيقته، أنا كشفت حقيقته قدام العالم كله كمان. هذا مو ذنبك أبداً. Thank you.
لو سمحتي روحي هلا، بدي نام شوي. يلا، ما سمعتي شو عم قول؟ بدي نام شوي. طيب. آسفة كتير، بس هذا الشخص كان عم يحاول يأذيني إلي. طلعت جوات ما له علاقة. أنا عرفت مين. استني حماتي. تقدري، أنت بتقدري تنامي هون؟ لا بارفاتي، نامي هون أنت ورودرا بهي الغرفة. وأنت وين بدك تنامي؟ لا تخافي، رح لاقي لي شي مكان. استني سونهيري، سونهيري. ايه رودرا؟ هاي رح تنام بغرفتك. بارفاتي؟ رح تنام معي انا؟ مو هي، هاي. بالاذن لك. وهلا يلا امشي تعي معي. بدك شي؟ خليكي، أنا بجيب لك. شو بدك؟ اللي بدي إياه منك ما رح تقدر تجيبه لهون. ليش؟ ليش ما رح أقدر؟ بتقدر تفوت لجوا؟ راح استناكي هون. ديري بالك. عم تتصرفي وكأنه عمرك 6 سنين. على أساس أنت أكبر؟ تصرفاتك بتدل أنك أصغر. لا تتحركي، إذا بدك شي قلي لي لإلي. بدي مي. شو كمان؟ استنى شوي، جيب لي هديك المخدة. ما
وكمان وحدة تانية منشان اسند راسي. لا هي صغيرة، الكبيرة بالخزانة بتشوفها هنيك. رودرا مو معقول انت نسيت تعطيني لعبتي. لسا بدك شي تاني؟ لسا بدي شغلة، بدي لو سمحت تغني لي غنية. شو؟ شو قلت؟ بدك؟ شو صار؟ مو انتي قلتيلي بدك غني لي؟ شو صار؟ عم توجعك؟ شبكي؟ لا مو كتير. أنا آسف كتير بارو. ليش؟ ليش أنت شو عملت؟ قلتيلي إنه روح معك على السوق بس أنا ما رحت. عن جد آسف. خلص رودرا، مو غلطة. لا هي غلطتي، أنا كان لازم روح معك. بلكي صار لك شيء أو شي حدا تأذى. ليش رودرا؟ وعم تسأليني؟ لأنه أنتي بارو. بلكي أنا ما كنت هنيك وكانت أمك مثلا، كنت رح تزعل هالقد؟ نامي. أنا عم استنى أوامرك. شو بدك كمان؟ مخدة، بطانية، لعبة أو مطر وتلج؟ دائما بيعملوا نفس الشيء. انا ما بعرف شو يلي خلاهم يتعلقوا ببعض بهالطريقه، كانهم قيس وليلى وهدول عم يقلدوهم وما حدا بيقدر يبعدهم عن بعض. ما بعرف انا شو بدي اعمل معهم. شو الظاهر مكتوب انها تكون قدروا كل العمر؟ بس هالشي مو ممكن يصير. انا لازم اعمل شيء وبعدهم عن بعض. أختي ديري بالك، أنت منيحة؟ إيه
ليش فايق بكير؟ بدك جيب لك شاي؟ لا، يسلموا. شو صار؟ تعا شوف هون. هاي لعبة بارود؟ انت متأكد انه هاي لعبة بارو؟ ايه، هي كانت مضيعتها. بس مين بيفكر انه يعمل هيك بلعبة؟ اللي ما بيخاف من شي. إذا حابب تقرأ الرسالة أنا رح قلك شو فيها. لا تفهمني غلط بأنه الهدف ضاع مني. أنا لو بدي كنت رشيت الأسيد على وش مرتك، بس أنا ما بدي. قرأ الرسالة لمرة واحدة سيادة الرائد وأنت رح تعرف لحالك شو بدي منك. أكيد أنت ذكي كتير، رح تفهمها، أنا متأكد. مين أنت؟ رودرا. ممكن يروح لبريق؟ كيف راح هذا من هون؟ هذا بريق بارفاتي، كان مضوى على طول، يضوي كل الليل كمان، وهلأ راح. هذا فعل بشع كتير. شو عم يصير؟ يا قدير رحمتك. بس شو بهم هالشي؟ هالشمعة لتيجة، قصدي لعيد. لعيد التيجة. أهلين خالتي. كيف؟ مين هاد؟ مين هو؟ بارو ما لازم تعرف عن هالشي. بس كيف رح نخبي؟ لما بارو تطلع على لعبتها أكيد رح تعرف كل شي. ما لازم تشوفها، كتير غالي عليها وعلي كمان، ورح تنجرح كتير. بس شو مشان الضو؟ شو رح نقلها؟ يلي صار هون بارو ما لازم تعرف عنه. رودرا؟ شو رودرا؟ انت فايق بكير؟ شو صار؟ كل شي تمام؟ ايه بارو، ما في شي. القصة رودرا كان بده شاي. ايه، وانا كنت عم خبر اخي انه اليوم مهرجان تيج، لهيك كل الصبايا صايمين. ايه صح،
وأنا كنت عم أقول إنه أنتِ ما لازم تصومي. بس أنا قلت ما رح تصومي، يعني لا. بعدين شو عم تساوي هون؟ يلا فوتي ارتاحي. اسمعني أمان، انتبه، لأنه هالموضوع كتير بيهمني. شو عم تساوي؟ تسطحي. رايح المكتب؟ وأنت مانك صايم اليوم؟ لا بارو، أنا مو صايم، وأنت ما رح تصومي، عادي يلا. بالمناسبة، تعرف إنه بارفاتي ضلت تصلي سنين لحتى بالآخر تزوجها شيفا؟ وصامت كتير؟ هلأ أساطير هي خليها لحالك. وين لعبتي؟ أنا كان لازم إني لبسها ثيابها. رودرا، أنت بتعرف وين لعبتي؟ كانت هون مبارح. رودرا فكر شو لازم تعمل لحتى تنسي اللعبة. كملي لي كلامك. شو بيعملوا المتزوجات؟ هنن بيصوموا منشان يكون الزواج سعيد. بس قلي هلأ وين لعبتي؟ يمكن أنا اللي لازم صوم. صوم؟ ليش؟ منشان توافق الروح على شهر العسل. نسيتي؟ بعد الزواج عطلة، عطلة لإلنا، فأنا لازم صلي على أكيد. شي كتير مهم. أنت عم تمزح بموضوع الصيام ما هيك؟ ولا حرف. شو بدك تقولي؟ تليفونك عم يرن. وهلأ هات لشوف، المفروض أني أقول شي ولا ضلني ساكتة؟ لازم تعرف شي مهم. بارفاتي استنت 108 سنين بالضبط لقدرة تتزوج شيفا. رح تستنى كتير شهر العسل. انت بتعرف شغلة؟ حماتي وافقت انه سافر على مدينتي، مع انك انت طالع الصبح بكير. شو قلت؟ بس انت بتعرفي انه انا طالع مشان اشوف شغلي الجديد. ها، اذا بدك خلص برفضه. لا خلص، انا كتير انبسطت لك حماتي اخدتك بخصوص الشغل، وانا مقدرة هالشي هذا كتير. لا تاكل هم، رح أتمنى لك كل الخير والتوفيق كمان. سومير إجيت؟ أخي لسه ما جهزت لهلأ، ماما طلبت إنه ما نتأخر. أنا جاهز، يلا نروح. أنتوا الاثنين ما في روحة، أنا رح جهز الشاي فوق. شو هاد؟ سومير؟ ها؟ ماما خبرتك أي شيء عن الشغل الجديد؟ ومين رح نشوف؟ لا لا، ما عندي أي فكرة. Thank you.
لوين؟ الشي اللي عم يرجعك لورا هو فعل سيء. انت هلأ مبلش شغل جديد ومنيح كتير، وبداية جديدة. بتمنى لك النجاح والتوفيق بهالشغل. من كل قلبي بتمنى انك تنجح بهالشغل. اي طبعاً، ليش لا؟ اليوم رح ادعي انه تحققي كل شي بتتمنيه بحياتك ميتالي، وما يخيب ظنك أبداً بأي شي. اعملي اللي بيريحك. شو مسكينة ميتالي، ما بتعرف انه عم تصلي لحظها البشع. خلونا نمشي، تأخرنا كتير. متأكدة انك رح ترجع قبل ما انا خلص صيامي. سامرات، سامرات. ايه ماما. بارو، انت ليش هون؟ قلتلك ما تصومي. هي ما فيها تصوم، بس على القليلة بتقدر تساعدنا بالشغل. بارفاتي، خدي هدول نقيهم. بعرف، كنت جاية أعمل هيك. ولوقتها بكون حضرت الورد لزين المرجوحة. ما تعذبي حالك، أنا رح حضرهم. بارو، أنت رح تساوي اثنين؟ يعني إذا تساعدنا بنخلص أسرع، ما هيك؟ أخي، شايف شو حلو؟ هذا القصر، مو هيك؟ ماما، قلتي إنه نحن جايين مشان شغل، بس شكلها زيارة. آها، رح نحكي بهذا الموضوع، ليش مستعجل كتير؟ ما تهتم بهذا الموضوع، انت بس عليك شغل انك تشوف وتعطينا رأيك. ايه، لانه هذا شغل تطريز، لهيك لازم تشوفه انت بالاول. اهلا وسهلا. مرحبا، تفضلوا ارتاحوا. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. هذا يوم حلو كتير. ايه صحيح، ابني، هذا هو ابني اللي حكيت لك عنه، بتتذكر اكيد. ابني حكيت لك عن الاستاذ كمان. صوره معباية الجرايد. مين؟ انا بظن انه هالشاب هاد. لا لا، مو انا، هو بكير علي، انا لساتني شاب. لو سمحتي بنتي، ممكن تجيبي مي للضيوف بعد إذنك؟ شرفتني. ما بدي، شكرا. لو سمحتي ما تخجليني، انا حطيت الثلج بايدي. ماشي، كتير منيح هذا الشي يا بنتي، بس أنا آسفة، اليوم صايمة وما رح خرب صيامي هلأ. شكراً، ما بدي، وأنا صايم كمان، بس أنا رح آخذ، أنا ما بآمن بهاي الشغلات كلها. بدي أسألك ابني، بتآمن بتقاليد الصيام، مزبوط هالحكي؟ مو هيك؟ صحيح هالحكي، مو بس هيك. صحيح، ابني كتير متمسك بثقافته وبدينه كمان. لدرجة بيعتبر انه لازم انه نحنا كل ما صحلنا لازم نمرق ونروح
ونعمل كله الطقوس. يا سلام. كثير حلو. بنتي نفس الشيء وشكلهم رح يتفقوا، مو هيك؟ أكيد. وهي اليوم صايمة منشان تلاقي زوج المستقبل. صحيح بنتي، التطريز يلي سويتي، ليش ما بتورجي لابننا سمرات؟ تفضل تفضل، روح معها. بس ماما، نحن اجينا مشان الشغل لهون. ايه، وهو عم يحكي بخصوص هذا الشغل، ومنه منشوف شغله، واذا عجبك الشغل اللي عاملته بس هيك بيصير فينا نقرر بشكل احسن بكتير. ماشي، هيك احسن. لازم تشوف الشغل تبعها. يلا قوم ابني. روحي. حلوين مع بعض. القدير يكملها. لازم يتفقوا مع بعض ونتمم كل شيء. بس تذكر شغلة، إنها رح تكون الثالثة. وإذا صارت بنتي بالقانون، تذكر الاتفاق يلي بيناتنا. أكيد أنت متذكره، مو هيك؟ أكيد أكيد متذكر كل شيء. شكلك دايخة من الصيام. لا، مو من الصيام أبداً. بس أنت ما رح تصدق هالشي، كل القصة أنه أنا كنت عم تمرجح. يا خالتي، شوفي عم يطعميها من الحلو، ما لازم يصير هيك. رودرا، لا تطعميها الحلو. أنا قصدي هي تضحية ما بناكل منها، أنتوا فهمتوا شو قصدي أكيد، لهيك ما لازم تاكل. طيب، أنا فكرت إنه لقلنا. ليك رودرا، أنت ما رح تربط لي المرجوحة؟ إيه ليش لا؟ رح يربطها مشانك أنت، والعمال حطوا المرجوحة هنيك بالأبو، ساعدهم فيها. برفاتي، أنت حضرتي الإكليل وأنا رح ساوي هاد الحلو عليك. منيح إنك سويتي هيك مثالي، لولاكي كان خرب صيامي. وما معي غير الورد، ما في طعميني الورد أبداً، صح؟ اختاري الكبير بس. ليش عم تضحكوا؟ شو؟ ما بقى فينا نضحك؟ ولمعلوماتك بحب أعمل جولة بالمنطاد كمان. وأنا هلأ عم ساوي الإكليل بإيدي. وفي 108 وردات. صرت تعرف على الأكيد كم سنة أنت لازم تستنى، مو هيك؟ 108. ما فهمت شو هالشغل؟ عن جد هالحكي؟ قصدي إنه بتقدري تشرحي لي من شو مصنوعة بالضبط؟ إذا في عندك شي عينتين أو ثلاثة. لحظة، لازم تعرف شغلة. أنا ما بقدر أتحمل الصيام. عندك مشكلة؟ لا صح؟ أنا ليش بده يكون عندي مشكلة؟ أنا بس بدي أشوف عينات أكثر. بدك تشوف عينات؟ هدول بدهم شغل 6 شهور على القليلة، وكمان بدهم جهد مانو طبيعي. مو أنا عملت كل هذا الشغل، أمي يلي عملته. أنتي ما بتعرفي طرزي؟ هذا كان أهم شي بالنسبة لإلي. عن جد؟ إيه؟ هذا المهم؟ إيه بتعلم؟ تتعلمي التطريز؟
هذا هو اتفاقنا يعني؟ شو هاد؟ انت هون جاي لعنا مشان صفقة الزواج ولا ما حكوا لك ليش جاية؟ استني لحظة، قلتي زواج؟ وليش مصدوم؟ كل هالشغلات هي الصيام، المي، الخياطة، والتطريز، لمين كل هالشي؟ كله هذا مشان الزواج تبعنا. ماما أنا طالع. سمرات شو؟ سمرات شو صار له؟ ليكون هاد عنده مشكلة بالزواج؟ لا لا ما في شي، بتعرف الشباب والصبايا هالأيام بضخم الأمور كتير، أنا رح أتفاهم معه. أنت لا تاكل هم، بالإذن منكن هلا. تحياتي سلام، بحكي معكن أنا بالإذن. أخي يا أخي، شو ما عجبتك البنت قلي. سمرات ليش عملت هيك؟ ها؟ عجبك تصرفك هاد؟ ماما هالبنت مفكرة انه نحنا جايين منشان نطلب ايدها للزواج، ونحنا منشان الشغل. ماما شو عم بيصير هون؟ ايه شو بك؟ ايه وين الغلط؟ انك تحكيك عن الزواج، انت اجيت معنا برضاك ابني، ما حدا جبرك. بعدين فكر منيح بالموضوع شوي، لو نحن جايين لهون منشان الشغل شو بيجيبنا لمكان مثل هاد؟ قلي ماما أنا متزوج. بعرف متزوج، بس مرتك هاي ما بتقدر تجيب أولاد أبدا، وأنت مو مجبور تتحمل هذا الشي يا ابني. وحدة منحوسة وما بتناسبك بالمرة. رودرا أنت عملت معي معروف كتير كبير، تفضل. بعروف ترفيق. ايه ايمتى؟ ما شفتك اكلتي. لما رحت تربط لي المرجوحة وقتها اكلت. خد هي. بدي اسألك رودرا، شو رح تجيب لي مشان الاحتفال؟ شو جاي عبالك؟ جيب لي على ذوقك، هذا الوقت يلي لازم تفكر فيه بهدية. فكر شو ممكن كون بحب أنا؟ موبايلك، موبايلك. اها هذا امان. امان عرفت شي جديد؟ ما عم بحكي بخصوص هذا الشيء، بس سيدي صار على الحدود في اعمال شغب، هيك هلا وصلتنا معلومات. انا جاي. بارو جهزي لي ثيابي فورا، طالع على المكتب. طيب ماشي. بارفاتي أعطيني سلة الورد من عندك. لك يا أختي ديري بالك على بارو. ماشي، ما تاكل هم أبدا، رح تكون منيحة تطمن، كلنا موجودين معها. ما تخليها تضل لحالها أبدا. بتشكركم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.